ديال اللجنة هو أن الصياغة ديال النقطة كما جات في جدول أعمال ديال الدورة هو أن فيها واحد الصياغة اللي فيها إشكالية ديال صيغة نقل الإسعاف والموتى وهي ليست مرافق الجماعة. لهذا فتعين على أن نناقش الموضوع إلى يوم الجمعة وكانت رئاسة مصلحة اللي هي مصلحة ديال المجلس قامت باتصالات ديالها مع العمالة باش تصحح الوضعية. نعم إذا فهناك دفترين تحملات يعني ماشي على واحد كاين جوج ديال دفاتر تحملات في النقطة هذه هو دفتر تحملات خاص باسم ديال مرفق نقل المرضى والجرحى ودفتر تحملات آخر اللي هو مرفق نقل موتى المسلمين. بخصوص هذه النقطة فقد قدم قسم الصحي المختص بأطره وكذا نائب الرئيس المفوض له في هذا القسم مسودة دفترين تحملات وتمت مناقشتهما بشكل مستفيض كما قامت اللجنة بتعديلهما لتلائم الفصول القانونية الجاري بها العمل وتكييفها مواضعية وخصوصية جماعة عرائش وذلك حسب ما هو مضمن في مشروع كنا التحملات التي توصل به سادة وسيدات أعضاء المجلس. وبناء عليه أوصت اللجنة بالمصادقة على هذين الوثيقتين الهامتين اللتين تعتقدهما جماعة العرائش لتنظيم هذين المرفقين